تيم. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامی. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به درسی که قرآن به ملت‌ها داده است برای استقامت، ایستادگی، حیات طیبه و عزت اسلامی برای ملت‌ها. درس‌های قرآن درس‌های حیات بخشی است در این زمینه. ما به این درس‌ها احتیاج داریم. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. حریم اونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
ولا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ونوحاً غدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين وزكريا الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء يمشون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.